متابعين جريدة أشواق، اليوم حصريا غنستضيفوا احد الفنانين المتالقين في الساحة الفنية. اليوم غيكون معنا الفنان عزيز دداس حصريا على جريدة أشواق. يلا معنا نشوفوا فين كاين، تابعوني. سي عزيز مساء الخير. مساء الخير أشواق، كي دايرين؟ بعدا لاباس. سي عزيز، بغيناك تحدث لينا على الجديد ديالك ان شاء الله اللي غيكون في رمضان. ان شاء الله كاين واحد المسلسل غادي يكون ان شاء الله في الفطور، هو همي ولاد عمي، وعندي واحد المسلسل سميتو حديد الدرا يكون في القناه الثانيه، وعندي مسلسل اللي غيكون في القناه الاولى حتى هو ان شاء الله باذن الله، والفيلم ديال سعيد ومسعود راه في السينما. بالنسبه للفيلم ديال سعيد ومسعود تقريبا شحال وصل ديال نسبه المشاهده؟ السيمانه دار 200,000، يعني هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى، ومازال خدام، وحنا يلا غنديروا الكونفرنس دو بريس، يلا غادي نحيوا الفيلم. يعني انا حيت ما كنتش مسالي، كنت يعني خدام، ما كانش الوقت اننا ندير واحد الكونفرنس دو بريس، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وفضل من الناس اللي حضرات الفيلم. سي عزيز، تنشوفوا تقريبا اغلبيه الفنانين اللي مثلوا معاك في لا مسلسلات لا افلام تيخرجوا بشي تصريحات، يديروا شي فيديوهات يقولوا علاش حنا ما تنديروش فلافيش، علاش حنا ما تنبانوش مع عز دتاش فلافيش، علاش حنا ما تيديرونش في لافيش برينسيبال. هو بينو بينك هي المساله كتبقى ديال لي سبونسور، اللي خص يعرف الانسان السبونسور هو اللي كيختار شكون اللي يكون اللي غيبيع ليه اللي غيردي فلوس. راه حنا ما كتبقاش، انت ملي كتدخل للسينما ولا كتدخل ميم للتلفزيون راه ما كتبقاش كيتحكم فيك القناه، راه كيولي كيتحكم فيك المنتج. المنتج خص اللي يحط اللي غادي يجيب ليه نسب مشاهده. يمكن كتوقع اغلاط، وتمنى من الله ان الناس تفادوا، حتى الناس ما خصهاش تقلق على لافيش، لان انت راه كاين وسط المسلسل. يعني الناس خلي داك الشيء اللي غدير في المسلسل هو اللي يقدر يقول لك عليه الانسان واش كان مزيان ولا خيب. مزيان. سي عزيز، بالنسبه لواحد الفيديو، الفيديو ديالك اللي دار واحد البوز، هو اصلا الافلام ديال تبارك الله كاملين ديال الزيرو، واش بصح عزيز ما عندوش ما شميت؟ ضروري كاع العالم ما عندهمش ما شميت. اللي عجبني هو مسيو كريزي دايرها عنده في تراك الاول وكنصيفطها ليه وعجبتني، ودابا راه خدامين عليا على حاجه اخرى ديال الزيرو عاوتاني، هذه وحده اخرى تا هما راه باغيين ياخذوها الدراري. يعني مزيان دوك لي سلوغون، سيرتو شي حاجه اللي كتكون كتحس بها انت درتيها انت، يعني امبروفيزي من عندك انت، كتفرح ملي كتشوف كيتعاون كيعاودوها الدراري وكتلقى في لي ستوري، وهذا كينشطني. مؤخرا كنا تنعرفوا كنتي في الديال الايطاليه. أيوة. كان عندك شي تكريم، شنو الفرق بين التكريم في الديال الايطاليه والتكريم في المغرب؟ واش كاين شي فرق ولا بحال 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 بحال؟ كنرموك مغاربه تما وهنا المغاربه؟ لا لا لا، كلشي بحال بحال بصراحه، غير هي منك كدور وكتشوف ناس اخرين. وانا كانت المشيه ديالي على جوج ديال الحوايج، على التكريم وعلى صاله السينما باش يتوزع فيها الفيلم الجاي ديال لو بورجوا. هذه زعما علاش مشيت بالضبط، يعني ماشي كان عندي هو التكريم هو 100%، غير هو بالنسبه لي داك التكريم كتلاقى مع الناس وكتشوف ترد الفعل ديال الشعب المغربي اللي كاين في المهجر، وكتحس بحال كاين هنا في البلاد. يعني تعجبني واحد المره قالت لي لقينا خونا، واحد قال لي كنحس بالمغرب بحال كنضربوها جاي، هذا الكلام هذا كيعجبني نسمعوه عند الناس تما. بالنسبه لقاعه السينما اللي كانت من هنا في المغرب، واش كاينين شي قاعه سينما غيتفتحوا ولا غير كيف تيقولوا وزير الثقافه؟ لا لا لا، كاين قاعه، لا داخل فيها كاع وزير الثقافه، كاين قاعات غيتقادوا، ولكن كاينه شركه اللي هي فرنسيه بحال شركه ميغاراما، هي داخله باش تفتح دي صالة سينما في المرجانات. يعني دابا خداروا كونفونسيون مع مرجان ديال الدار البيضاء ودي الاكادير، كاينه مقرر جديده غيدار فيها السينما الموريتاني غادي تصيب، كاين واحد المجموعه ديال صالة السينما. وكنقولوا الحمد لله دخلنا درنا افلام ما سديناش ليق القاعات، الحمد لله دخلنا درنا افلام والناس كتفتح القاعات. شكرا سي عزيز، وعواشرك مباركه، واخر كلمه للجمهور ديالك اللي تيتسناك في رمضان. الجمهور المغربي كنقول لك بالصحه والسلامه، ويدخل عليكم رمضان يعني بالحب وبالصحه، بالضبط بالصحه. وتقول لكم شكرا على اي حاجه درتوها مع اخوكم عز دداس، وتبارك الله عليكم. اشواق ديال الناس سي صاحبي هذا العشير ديالي، وكنقول لكم شكرا وتبارك الله عليكم. مشاهدينا الكرام، نتمنوا بان حلقتنا تكون نالت الاعجاب ديالكم، تسنونا في حلقه قادمه مع فنان جديد على قناتكم اشواق.